السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشجرة المباركة، اليوم نتكلم عن الزيتون. الزيتون بشكل عام، كثير من المتعاملين مع الطبخ ينشروا شائعة بأن زيت الزيتون غير مناسب للطبخ، وعندي اعتراض أنا على هذا الكلام، لأني لما قرأت قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين بسورة المؤمنين الآية 20، قلت لابد أن يكون هناك إمكانية لاستخدام زيت الزيتون كصبغ للآكلين، والصبغ هو الإدام، وهذا يعني أن الخضروات تطبخ بزيت الزيتون لكي يكون زيت الزيتون هو الإدام الذي يغمس فيه العيش أو الخبز. طبعا هناك أكلة مشهورة عندنا هي الفول، تصبغ بزيت الزيتون أيضا ويؤكل زيت الزيتون كالإدام مع الفول، لكن الآية هنا فيها تعميم عظيم. وبمراجعة الأبحاث الحديثة في هذا الموضوع وجدت أن زيت الزيتون يحتوي على حمض الزيت، وهو من الدهون المقاومة للحرارة. المقاومة للحرارة، نعم، بعكس ما هو مشهور أن زيت الزيتون لا يقاوم الحرارة. واليوم سأوضح لكم كيف أن زيت الزيتون مناسب للطبخ والقلي، وهو أفضل من معظم الزيوت الأخرى. فالزيوت بشكل عام التي تستخدم في الطبخ يجب أن تكون درجة تدخينها، يعني الدرجة التي يبدأ الدخان في التصاعد عندها، درجة الحرارة طبعا، أنها فوق 100 درجة مئوية تكون مناسبة للطبخ. زيت الزيتون درجة تدخينه من 170 إلى 210، وهو أعلى من كثير من الزيوت المستخدمة في الطبخ اليوم. وبما أنه أيضا يحتوي على دهن مقاوم للحرارة وهو حمض الزيت، إذن فهو مناسب جدا للاستخدام في الطبخ، بل ويمكن استخدامه في القلي. قلي 3 أصناف: التشويح، وهو أن توضع الخضرة مع كمية بسيطة من الزيت، وتسمى هذه الأطباق بالسوتيه، وزيت الزيتون هو أفضل زيت في هذه الطريقة، لأن زيت الزيتون بالدهن المقاوم للحرارة يغلف الخضرة، وبالتالي تحتفظ الخضرة بالفيتامينات والمعادن والأشياء الأخرى المفيدة فيها. النوع الثاني من القلي هو القلي الخفيف، وهو أن يكون الزيت لا يغطي المادة التي نريد أن نقليها، ويجب أن نقلب هذه الحاجة، الشيء المقلي، وهذا القلي الخفيف مناسب للبيض والتونة وبعض أنواع الأسماك. وفي هذين النوعين من القلي اللي هو التشويح والقلي الخفيف، يفضل أن يكون نوع زيت الزيتون من أنواع عالية الجودة. أما القلي العميق وهو أن تغمر المادة المقلية في الزيت، فيمكن استخدام زيت الزيتون أيضا لأنه يقاوم الحرارة، لكنه سوف ينتج عن هذا القلي مواد ضارة نتيجة أكسدة المكونات التي تكون الزيت. وفي هذه الحالة يجب أن لا ترتفع درجة الحرارة عن 240 درجة مئوية، لأن كثير من المواد سوف تتأكسد تحت هذه الدرجة. وعند مقارنة زيت الزيتون بالزيوت الأخرى، تم رفع درجة حرارتهم إلى 240، ثم خفضت درجة الحرارة إلى 180، وتم فحص مختلف أنواع الزيوت، ووجد أن زيت الزيتون أقل الزيوت إنتاجا للمواد الضارة في هذه التجربة. وهذه إضافة مهمة، أن زيت الزيتون أيضا آمن حتى في درجات الحرارة العالية. بطبيعة الحال لا يوجد شيء لا يخلو من العيوب، وزيت الزيتون هو ضمن الأشياء التي لديها بعض السلبيات، مثل الزناخة، وهي الرائحة تظهر على زيت الزيتون مع مرور الوقت، وهي رائحة غير مستساغة، وسببها أن بذرة الزيتون تتكسر إلى قطع صغيرة جدا لا ترى بالعين، تذوب في زيت الزيتون عند عملية العصر، فهذه القطع الصغيرة مع الوقت تتحلل وتصدر رائحة كأن الزيت قديم. وبالمناسبة، فإن أطول فترة يمكن أن يعيشها أو يستمر استخدام زيت الزيتون فيها هي سنتين. وأضيف هنا أيضا أن زيت الزيتون له 4 مستويات من الجودة، تعتمد على كمية الشوائب ومدى اضرار ثمرة الزيتون نفسها. كلما كانت ثمرة الزيتون خضراء، كلما كان الزيت أفضل.
ولا تقتصر فائدة الزيتون على الثمرة، بل فوائد شجرة الزيتون مهمة، وهي تعتبر صديقة للبيئة لأنها تنمو في مناطق قليلة الماء، فهي موفرة للماء، محافظة على البيئة، وتقلل نسبة ثاني أكسيد الكربون، وهي مقاومة للجفاف. فإذا حتى شجرة الزيتون شجرة مباركة، وقد ذكر الزيتون في القرآن كثمرة وكشجرة وكزيت. قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري ينقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. سورة النور الآية 35. فهي شجرة مباركة وثمرتها مباركة وزيتها مبارك. أحب أن أعطيكم وصفة كما عودتكم في هذه الأشرطة، والوصفة هي: احضروا أي فاكهة مجففة، وأقترح أن تكون إما تمر أو تين مع مجموعة من المكسرات ولبن الزبادي، قمح وشوكولاتة، وبهارات مثل الهيل والقرفة، وشيء من العسل، ثم امزجوها جيدا وتناولوها كحلوى، وبالعافية عليكم. أيضا أريد أن أنبه هنا إلى أنني اقتبست معلومات الطبخ من معهد الطبخ الأمريكي، والذي يريد أن يعرف أكثر عن فوائد زيت الزيتون لي شريط سابق اسمه التين والزيتون، تجدون الرابط في الوصف. أما بالنسبة لشجر الزيتون والرمان فهناك شريط آخر تجدونه أيضا في الوصف. السلام عليكم.